ينضم إلينا عبر زوم الكاتب والمحلل السياسي الدكتور عامر السبايلي. مرحبا بك دكتور عامر. يعني نتحدث اليوم عن جهود أردنية فيما يتعلق بقطاع غزة والحرب الدائرة هناك والأحداث المتواصلة منذ ما يقرب من 4 أشهر، كيف تقيم يعني آخر الاجتماعات والمشاركات في بروكسل؟ يعني هو لم يتغير شيء على مواقف هذه الدول، واضح لأنه يعني كل الدول اليوم تعتقد أنه لابد من وقف الحرب، لكن واضح أنه في غياب آلية لكيفية فرض فكرة وقف الحرب، وبالتالي يعني يمكن قراءة ما يجري في بروكسل على أنه محاولة لملء الفراغ لزيادة الضغط لتقديم تصور على الأقل يعني يستطيع في لحظة معينة أن يوسع دائرة المتبنين له على المستوى الدولي، وبالتالي يعني محاولة الضغط أيضا على الولايات المتحدة بشكل أكبر وعلى إسرائيل نفسها، باعتبار أنه ما يجري لا يمكن أن يستمر، وأن حالة اليوم يعني رفض لاستمرار هذه الحرب بدأت تأخذ بعد دولي كبير. لكن على أرض الواقع للأسف يعني كل هذه الدول المجتمعة لا تستطيع أن تفرض على إسرائيل وقف الحرب إلا إذا قررت الولايات المتحدة أن تأخذ موقف حاسم، وبالتالي يعني التعويل أنه هذه الاجتماعات يمكن عبر فكرة فرض شيء أن تكون قادرة على إنهاء هذا الصراع، أعتقد يعني يجب أن لا نتفائل كثيرا. الحضور الإسرائيلي هو أيضا نوع من أنواع التكتيك الدبلوماسي الإسرائيلي بأن لا تكون إسرائيل مقصية أو خارج هذه المعادلة، بل أن تكون جزء وتبقي على خطوط التواصل خصوصا مع الاتحاد الأوروبي، وباعتبار أنها يعني اليوم أمامها أيضا هي معركة دبلوماسية، فبالتالي هي لا تريد أن تسوق نفسها بأنها ضد كل هذه الطروحات. لكن اليوم تبقى المشكلة الأكبر هي الأولويات، كيفية وقف الحرب، كيفية اليوم عملية الإغاثة الإنسانية، والحديث عن أفق لما بعد هذه الحرب. فأعتقد أنه يعني في النهاية يمكن الاستفادة من مثل هذه الاجتماعات لتشكيل موقف متبلور ذات بعد أوروبي عربي يكون أكثر ضغطا على هذه الإدارة الأمريكية، ويجبر إسرائيل أيضا للاستماع لفكرة على الأقل ضرورة وقف هذه الحرب والانتقال للتفكير فعليا لإنهاء هذه الأزمة الإنسانية والبحث عن حلول مستقبلية. ولكن دكتور، ألا ترى بأن هذه المواقف، دعني أقول نعم هي مواقف يعني لا تعتبر بالمواقف الكبيرة، ولكنها بدأنا نسمع يعني من هنا بوقف إطلاق النار، الاتحاد الأوروبي يتحدث عن قضية ضرورة وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، هل ما يجري من قرارات من قبل هذه الدول هو خوف من محكمة العدل الدولية وما قد يترتب عليهم في حال أنهم لم يوقفوا هذه المجازر، أم أنهم فعليا يعني ساءهم ما يرون الآن في قطاع غزة؟ لا، هو بلا شك هناك مجزرة تحدث في غزة، هناك كارثة إنسانية مرعبة، يعني لابد أن تتحرك. لكن اليوم نحن باتجاه الشهر الرابع، يعني إذا كان هذا التحرك اليوم يأتي بعد الشهر الرابع وبعد كل المجازر التي تمت وتتم، فأعتقد يعني أنه يجب أن نعيد النظر أيضا بهذه المواقف نفسها. يعني لا يمكن أن تقبل يعني أن تمر كل هذه الشهور ومن ثم تبدأ بالتحرك الآن، وتبدأ بالتحرك لماذا؟ للبحث عن آلية تجبر إسرائيل على وقف الحرب وتطلب منها إدخال المساعدات الإنسانية. يعني في النهاية أنت اليوم تدخل شهر رابع لهذه المأساة، وهذا التحرك الدولي ليس بمستوى حجم الكارثة الإنسانية المتشكلة على الأرض، وما زالت تتشكل، وبينما هم يجتمعون الآن هناك تتم مجازر ووضع مأساوي بالنسبة لغزة. إذن فعليا لا يمكن تحويل قضية غزة إلى مادة سياسية ومادة تجاذب ومحاولة بحث عن آراء. الاتحاد الأوروبي يعني مع كل احترام أعتقد أنه متأخر تحركه كثيرا، كل الدول الرئيسية بالاتحاد الأوروبي كانت داعمة لهذه الحرب وأعطتها ضوء أخضر وما زالت تعطيها ضوء أخضر، وبالتالي يعني لا أستطيع أن أعول على فكرة أن هناك اجتماعات اليوم يمكن أن تؤثر على الإسرائيلي. أعتقد أنها تساعد في شراء الوقت وإطالة أمد الأزمة. اليوم لو كان الأوروبيون جادين لتحدثوا أيضا الولايات المتحدة بصفتهم شريكهم الأساسي اليوم في حرب أوكرانيا وفي حلف شمال الأطلسي، وبالتالي وفي البحر الأحمر، في التحالف في البحر الأحمر. إذا هناك نقاط تستطيع هذه الدول نفسها أن تقدم مقاربة بالنسبة للولايات المتحدة من خلالها في محاولة لفرض موقف أكثر يعني حزما، أكثر صرامة باتجاه إنهاء هذه الحرب وفرضه على الإسرائيلي. لكن فعليا اليوم ما زلنا في نقاشات بعد الشهر، ونتجه بشهر رابع من مأساة إنسانية تستمر في كل يوم. أعتقد أن التعويل على مثل هذه الدبلوماسية يعني هو أقرب إلى إضاعة الوقت.
الكاتب والمحلل السياسي دكتور عامر سبعي اللي كنت معنا عبر سكايب، شكرا جزيلا لك.